بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقا والحمام. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البلور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة. السلام عليكم. السلام. اخواني الاخوه التحقوا بالركب اللي قبلهم وصلوا، واعتقد حان وقت المسير. بس قبل ما نبدا المسير احب اذكركم بشيء، ان الذكرى تنفع المؤمنين. نصرة الإمام المهدي عليه السلام لها شروط، وأهم شرط تأدية حقوق الناس. في كربلاء قال الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه: من كان عليه دين للناس ولو درهم فلن تنفعه الشهادة معي. ذكروا، إذا أحد عليه دين قبل ما نبدأ المسير. والله ما قلت كذا الطلبة عطيشة، يعني مطلوع على الواحد يجيب الشغل وكل شحن. ذكروا، إذا أحد عليه دين متربي قبل ما نبدأ المسير. توكلنا على الله. على وين؟ ذكرت. ذكر شنو؟ الناس حقوق وديون لازم أديها أولا. أرجوك انتظرني، ما بتأخر عليك. للأسف ما أقدر أنتظرك، أنا ماشي. تخليني يعني؟ سامحني، هذا اليوم كنا ننتظره من سنين، فما نلعب. جابر تعال، تعال جابر.